بطريقة لا عنفية مثل العادة رح ننتقل لعن تانيا وخلينا نحكي. تانيا صباح الخير. صباح النور. بتعرفي هيدي الشغلة الأساسية اللي دايما بنقولها، واحد يقول شو ما بده، يعمل شو ما بده، يطلب شو ما بده، بس أهم شيء طريقة. صحيح. الطريقة هيدا أهم شيء. 100%. وهيدا هو السحر، هيدا المفتاح، هيدا المفتاح لا حيلا شغلة واحد بده يعملها. ما في شيء ممنوع نحكي فيه، ما في شيء تابو مثل ما بقول، أو موضوع ممنوع نفتح تمنا فيه على شرط نعرف نحكي فيه. صح. بالإعلام على يعني لما بندرس إعلام نعرف ندرس هيدا الشيء، بس بحياتنا اليومية ضروري نتعلم إنه لا، ما لازم يكون في مواضيع تابو، ما في مواضيع ما فينا نحكي فيها، شيء ما بنقدر نعبر عنه، ما في شيء. إيه. بس كيف؟ إيه. إذا الكيف تبعي سيئة يعني إيه، في ممنوعات دخيلك ما تفتحي تمك بهالموضوع. صح. بس الطريقة هي المفتاح. بدي أقول أول شيء إنه أنا اشتقت أطلع معك. أنا كمان ما طلعت معك كثير كثير. والميحلو هالمرة أنا الاثنين وخميس معك. ماشي الجمعة كلها. لقطة لقطة الحلقتين. اليوم رح نحكي تحديدا عن كيف نطلب من الآخرين. أوقات بنفكر حالنا عم نطلب، بنكون عم نعمل أمر بطريقة غير مباشرة. صح. بيكون مش طلب. الطلب هو واحد من مفاتيح التواصل الإيجابي أو التواصل اللاعنفي. إذا بعرف كيف أطلب يلي بدي إياه، بكون عم بطلب الشيء اللي بيجعل حياتي أحلى وأسعد. مزبوط. هالقد بسيطة. بس بدي أتعلم كيف. إن كنت مربي، إن كنت بروفيشنال، إن كنت ست بيت، إن كنت شاب، إن كنت صبية، ضروري نتعلم كيف نطلب ونسأل حالنا، أنا عم بطلب ولا عم بأمر بالقوة؟ اوقات بنقول لا انا ما بحياتي بأمر حدا، بس ما بننتبه انه الطريقه يمكن اللي بنقولها بدون ما ننتبه. صحيح. هي امر ونقيس على حالنا. انا اذا حدا بيطلب مني بطريقه الامر، عندي خيارين ما في ثالث لهم، او برضخ لانه انا بموقع اقل من الاخر وما عندي خيار ثاني ومجبوره نفذ هلا، او بنطفد وبقول لا ما بدي مش على ذوقك. يعني ما حدا بحب الامر ابدا. إيه. فمن الضروري نتعلم انه نحن نبلش بحالنا، ما نصدر امر بلا ما نكون دريانين. كيف كون عم بصدر، كيف بقفش حالي اذا انا عم بصدر امر او لا؟ اذا قال لي لا على اللي عم بطلبه وزعلت او ما قبلت لا، معناتها انا عم بامر. إيه. حتى لو قلت اعمله معروف وبليز، واذا بتريده، اذا نقل لي لا سوري هلا مش قادر وانا زعلت او ما قبلت اولها، وكيف مش قادر، ما بحياتي بطلب منكم شيء هلا عم بطلب، معناتها انا اصدرت امر. الافضل انه اطلب طلب لا، حتى اذا بدي عن جد التعاون من الاخر، لانه الامر ما بيدعي للتعاون، بيدعي اما للرضوخ اما للانتفاض. الطلب بيدعي للتعاون وبيقبل، اهم شيء بيقبل اللا كايجابي. صح. وصعب نقبل لا، بس نتعود لا، بنحترم ساعتها خصوصية الآخر أكثر لما بنقبل لا. هلأ مثلا في، رح أعطي كم مثل إن نستعمله يمكن بحياتنا اليومية، ممكن يكونوا يا إما طلب غير واضح، يا إما طلب على شاكلة الأمر. الطلب الغير واضح قبل ما فوت بالأمثلة كتير ننتبه منه، لأن أوقات مثلا بدي إياك تفهميني أكثر. طلب مبهم، تفهميني أكثر بشو؟ شو قصدك؟ ليه؟ انه انا مش عم بفهمك؟ يعني في اتهام غير مباشر وفي طلب مش واضح. كل ما كان طلبي واضح ومحدد وصريح، كل ما عندي حظوظ اكثر انه يتم التعاون. صح. معي. مثلا بليز ما تصرخوا بالاستوديو، ما تصرخوا بالاستوديو. قلت طلبت شيء في فورم نيجاتيف فورم، بطريقه سلبيه. التعاون معي رح يكون اجمالا هيك انه زعجناك، بيني وبين حالي يمكن اقول انه اف ليه هيك تانية عم تحكي. افضل انه في يقول نفس الطلب بطريقه ايجابيه، ما احط لا بالجمله، في يقول بليز بدي اعذبكم توطوا صوتكم بالقاعه. هو ذاته الطلب. ايه. هو ذاته، بس الفورميوليشن او تركيبه الجمله منا بطريقه نيجاتيف، منا بطريقه سلبيه، لانه دماغنا بس يلقط شيء سلبي لا الما هيدول الكلمات بيوقف عندهم وبينحد، بحس حاله انه بدكم تحصروني. حتى لو عندي نيه انا اتعاون، بس لما بينقل لي جمله بشكل سلبي، عندي ميول انه سكر، انه كمان يا اما انتفض وقول مش على ذوقك، يا اما ارضخ اذا انا بموقع دوني. بدي اياك تبطل تتدخل باموري. هيدا طلب، انا مفكره حالي انه بليز ما بقى تتدخلوا باموري، حطيت كلمه بليز وانا صغت بالنسبه لإلي، هيدا طلب عم بطلبه منكم. إيه. بس هو في امر غير مباشر وفي في كمان طريقه سلبيه. افضل انه
حدد بشو ما بدي تتدخلوا، يعني قول بليز مثلا ما بدي اطلب منكم انه من هلا وبرايح ما بقى تسالوني عن هالموضوع. حددت بس الا ما بقى ايه بدي اطلب منكم ما بقى، بس عم حدد الموضوع. ايه موضوع محدد. ايه هيدا هو، مش انه هيدا او في اعمل بعد احسن مثل ما قلتي، ما اقول ما قول انه هيدا الموضوع بفضل حساس بالنسبة بالنسبة لي. بفضل انه ما جاوب على هالموضوع. انا بفضل انه ما جاوب، يعني ما علي الا إيه. صح النيجاتيف فورم صارت عندي انا اوضح. بليز حاجه تدخن بقى، حاجه تدخن بقى. انا نيتي من جوا كتير منيحه، يمكن نيتي للاخر انه يهتم بصحته الى ما هنالك. حاجه تدخن بقى فيها نوع من الامر. في حولها مثلا نقول انه شو الحاجه اللي عندك اللي بتامن لك اياها السيجاره. عم بطرح سؤال، عم اذا لك خبرني، لانه اوقات السيجاره بتلبي حاجه معينه فينا نعوضها بمكان تاني، نتخلى عن عاده معينه. هون فتت بنقاش مفتوح انا والاخر، فتحت له مجال للصراحه. فتحت له مجال انه يعبر عن شو بتعني له هيدا الشيء. هلا ما بدي فوت بهالديباجه كلها، في انا عبر عن انا انزعاجي من ريحه الدخان، قول ريحه السيجاره بتزعجني. هيدا الشيء عم بحكي عن حاجتي الي انا. عم تحكي عن حالك وعم تحكي عن حالي. صح. مثلا يا الله بليز سوق احسن بقى، مش معقول سويقتك. هيدا مش طلب، هيدا مش تعبير، هيدا في ملامه، في اصبع هيك عم بيقول انه انت كيف ما سقت سويقتك سيئه. في استبدل هي الجمله بجمله بليز بتسوق اقل سرعه شوي، او بليز سوق اقل سرعه. هون حطيته بطريقه ايجابيه وحددت شو بدي، بدي انه تخفف سرعتك. بليز خفف سرعتك. مش سوق احسن. سوق احسن شو يعني؟ كل سويقتك عاطله؟ والا اذا كل سويقته عاطله مش سيئ بقى على الطريق، مفروض يكون بالمستشفى من زمان. فخليني كل ما بحدد غيدة مضمون طلبي، كل ما حظوظي اكثر بالتعاون. اذا هدفي انه يتعاون مع الاخر، مش هدفي انه امره. اوقات في يكون هدفي انه اؤمر وبس، اعترف لحالي انه انا عم بامر، مش عم بترك لك خيار. انه سوري مثلا، بتعرفي كاهل اوقات انه تاخذي القرار بيكون امر، ما بيكون ريكويست. مضطره اوقات انه لا هلا ما في بقى تسهر وبدي طفي التي في مثلا. هيدا امر، بس بدي اعترف لحالي انه امر. قوم ضب اغراضك. عم بعطي امر. مش لما بدي اطلب اتقدم بطلب ضروري ما يكون طلبي كاذب، يعني منمق، انما هو امر مبطن. يعني حياتي بليز قوموا ضبط بغراتكم شوي، ما علي. واذا قالوا لي ما بدنا هلا وانا انت قيمتي، معناتها كان امر. بدي اعرف انا موقفي وين من القصه. يعني اوقات بنضطر كبشر نصدر اوامر طبيعي بمواقف معينه، بس نتجنبهم قد ما فينا، يكونوا هول الاقليه بحياتنا، تكون الاكثر هي طلب التعاون. طلب التعاون من الاخر بخليه يتفاعل اكثر ويلبي يلي انا بحاجه له من كل قلبه. بس ما بدي كذب، ما بدي اكون كذابه، يعني بلوفك عليه. مش قصه لوفك هي القصه، ولا قصه تذاكي على الاخر، هي قصه الاجابه على شيء حقيقي عنا اياه، يعني شيء بمعدننا من جوا. كلنا بنحب نتعاون، ما بنحب ننقمر. كلنا مزبوط. هيدا شيء بطبيعتنا البشريه. فاذا انا بروح بهالاتجاه بكون على الطريق الصح لبناء جسور دائما مع اللي حواليي، ولا تعاون من اللي حواليي. بكون انا عايشه بشكل افضل، بيكونوا اللي حواليي مش حاسين حالهم انه طانيا فوق راسنا. لعنه بلا ما نقرب عليها بتهلكنا، ما بدها غير نعمل مثل ما بدها. ويكون الامر اذا اضطريت اوقات بموقع مسؤوليه معين او بموقع كثير ضيق، اعترف لحالي انه ايه عم بامر هلا، في اقول على العالي انه ايه هلا مش عم بطلب، عم بقلكم شو بدكم تعملوا. بس هيدا يكون عن جد 1 أو 2% من يلي بمجمل حياتنا اليوميه. صح. ثانك يو. مثلا اذا بقول لك بليز غيدا كوني صريحه معي، كوني صريحه معي ترى مش واضح كوعه من بوعه. بدي حدد. بليز وضحي لي شو موقفك من يلي قلته هلا. بتلاقي بتوافقيني الراي او ما بتوافقي. فرقت كثير من يلي قلته هلا، حددت وصغرت المسافه يلي بدي اياك تحددي لي الايجابي يلي انا بدي اياها. بليز احترمي لي خصوصياتي كمان، طلب كثير هيك مبهبط. خصوصياتي كثار فيها تكون قليله. شو قصدي بخصوصياتي؟ يمكن قصدي بليز فيك تدقي على الباب قبل ما تفوتي. واضحه، هينه، صغيره. دقه الباب مش خصوصيات بالمطلق، دقه الباب هي انه لانه انا بفضل اعرف انه في حدا فايت علي قبل ما يفوت علي هيك بلا ما يدق الباب.
كل ما بحدد طلبي كل ما بيكون عندي حظوظ للتعاون. صح. هلا اوقات بطلب ما بنفهم او بنفهم بطريقه غلط. من الضروري جدا انه اتعلم اعاده انه اطلب اعاده صياغه ما طلبت. يعني هلا مش ضروري بكل تكه نعملها، بس اوقات مش اكيد صايره معي، مثلا قلتي شيء لحدا وفهم عليك انه فهم شيء ثاني، ايه. انت ما قصدتي، فبترجعي دغري لا 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 انا ما قلت هيك، ايه. انا اللي قلته هو تحديدا هيك هيك هيك، بترجعي بتعملي اعاده صياغه للي انت قلتيه. كثير مهم هيدا التمرين نعمله ونطلب من الاخرين يعملوه. يعني غيدا ما بعرف اذا وضحت، اذا فكره اللي قلتها هلا واضحه كفايه، بتقولي لي شو سمعتيني قلت بس لاكد انه فهمتك مزبوط. ايه. شو بدي يعني اعاده صياغه ما اعتقد انه وصلته بوضوح بيساعدني انفهم اكثر. غيدا مثلا بدي اعزبك تبقي تدقي على الباب قبل ما تفوتي لعندي، ما بعرف اذا واضحه فكرتي، يمكن ما تطلبي من الناس اذا بستحق لنا بليز غيدا عيدي لي شو قلت. بعرف في ناس عندهم صعوبه فيها، مش 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 مش, مش مهضومه كثير اجي اقول لك، لان فينا ناخذها نحن الشرقيين انه اه شو مفكرتيني طرشه ما بفهم. هي لا مش هيدا الهدف منها، هي الهدف منها انه غيدا بليز مثلا بدي اعزبك تدقي الباب قبل ما تفوتي، لانه انا في يكون مركزه على شيء واذا نقزت في خبص اذا عم بشتغل شيء بين ايدي او يمكن عم بحكي شيء خاص على التليفون. ما بعرف اذا واضح ليه عم بطلب منك غيدا تدقي على الباب، مش قصدي انفهم غلط يعني، بس فهمت شو قصدي هون، عم شدد على انه بمحبه اي ونت بدي انه تتعاوني معي وبدي افسر لك ليش، يعني مش عم اقول لك مش عم بعطيكي امر، عم بقول لك بليز دقي قبل ما تفوتي بس لهالاسباب يلي انا بتعني لي. هون ما في ولا اصبع اتهام عليكي، هيدا كله خصه بانا شو بلاقي وانا شو بضايقني وانا شو هيدا. لما بنحكي بهالطريقه ومنعيد صياغه فكرتنا، لانه سوء التفاهم واقف على اللفته ونطرنا، سوء التفاهم بكل ما بنحكي نطرنا على اللفته، خاصة بوقت بكون كلهم يعني كلنا بنكون ستريست وهيك قصص، بصير واحد وقت ما بيقولوا ما بنعود نسمع غير يلي بيزعجنا ونحن ضده، مثل ما هيك بيقول واحد بيكون على سوسه نقطه، يعني بده كلمه واحده لحتى ما يتقبلها. مزبوط. وشكرا لانه قلتي انه وقت ستريس، وقت الضغط النفسي هو الوقت يلي لازم اكثر شيء نكون عم نداري بعضنا، عم نداري كمان وعم نداري شو بدي وصل له للاخر. الاخر يمكن ما عم بيداري شو بدي يوصلني ويستفزني هذا الامر، بدي انا سيطر، بلش من ذاتي، دائما بقول بلي بشتغل على حالي، ما بمون على العالم، بمون على حالي، اشتغل على حالي انه كون خاصه باوقات النزاع المشكل الستريس الغضب، بهاي الاوقات بدي زين كل كلمه بدها تطلع مني، بدي اخذ نفس عميق وبدي اعرف شو بدي اطلب وكيف عم بطلب. اوقات كمان غيدا بالطلب بنفكر حالنا عم نطلب، بنكون ما عم نطلب، بنكون مش عارفين حالنا شو بدنا. يعني مثلا لما بقول لك احترمي لي خصوصياتي، في يكون انا مش عارفه شو قصدي. يعني مهم كمان قبل ما اطلب، اوقات كثير نحن بنحكي ما بنكون عارفين بعد حددنا شو بدنا. مثلا شو بك اليوم معصبه مش عارفه من شو، بعد ما عرفت من شو. اذا بقعد وبركز دقيقتين ثلاثه بتذكر انه صار معي شيء هيك الصبح زعجني، او علقت بزحمه سير عملت لي ستريس، بفهم ساعتها ليه انا اليوم معصبه. بس اوقات هيك بزت كلمه انه او ما بقول اني معصبه، بيجي بتفشفش تنقول باللي حوالي، لانه انا بعد مش عارفه ليش على اعصابي. فمن الضروري انه لما بدي اتقدم بطلب او لما بدي اتعاطى مع الاخر قبل ما اطلبه للشيء كون عارفه شو بدي. فناخذ الوقت لحتى نفكر، طب بدل ملومه لغيدة تنقول انه ما دقت الباب، لنرجع على مثل دقت الباب اللي هو بسيط جدا، ولو غيدا بليز ولو تبقي دقي قبل ما تفوتي، هون عم بلومك، هون عم زدت عليكي، هون عم بخ عليكي. بدل ما اوسى شو، طيب ما عجبني انها ما دقت الباب، انا شو بدي؟ بدي انه غيدا وغيرها يبقوا يدقوا الباب قبل ما يفوتوا. اوكي هيدا طلبي، صار في الا لغيدا، غيدا في عزبك بليز قبل ما تفوتي تبقي تدقي علي الباب، لانه اوقات بكون عم بحكي شيء ما بريد حدا يسمعه، اوقات بنقز وانا بنقز فيها تكون بس لانه بنقز. وانا بنقز كثير مثلا، انا من الاشخاص اللي بنقز، في يكون بس مجرد لانه بنقز. اذا لما عرفت شو بدي صار فيي اطلبه بطريقه تعاونيه، صار فيي اطلبه بطريقه ايجابيه، صار فيي اطلبه مش باصبع ممدود عم يتهم الاخر، صار فيي اطلبه بشكل انه يجعل مثل ما قلت اول الحلقه حياتي افضل وحياتي اللي حوالي ما ازعجهم انا وعم بقوم بهيدا الشيء. فلهالسبب قد ما فينا نعمل، اول شيء نفكر انا شو بدي، هي اول مرحله قبل ما احكي. ثاني شيء صيغ طلبي بطريقه واضحه
محددة وإيجابية. قد ما في ما استعمل الما، قد ما في ما استعمل اللا، خاصة يمكن ما بنتبه لهيدول الأمور لما أكون عم بحكي شي عادي أنا ورفقاتي وماشي الحال أو أنا وعائلتي، بس خاصة بالظروف يلي أنا فيها under stress أو تحت الضغط النفسي، هون اللي لازم عن جد أعمل هيدا التمرين. فكر شو بدي، ما ركز على شخص الآخر شو عمل، ركز على أنا شو بدي من الآخر، وشو بدي المضمون يصير، شو بدي اللي يتغير. وهيدي الطريقة نستعملها مش بس بالأمور الصغيرة، بنستعملها بحل النزاعات. يعني لما بيركب مشكل كتير كبير، إذا ما بركز على كيف تصرف معي وكيف سمح لحاله يحكيني هيك وهو دايما بيحكي هيك، إذا بطلع من هاو القشرة الموقف يلي أخده وبنزل على أنا شو بدي، هو شو معقول يكون بده، أنا بدي أحكي عن اللي بدي إيه، ما بيهمني كيف تصرف، بدي أحكي عن يلي أنا بدي إيه. هون ساعتها بكون على طريق بناء جسور، على طريق تواصل إيجابي. شكرا كثير تانيا، أنا برجع بشوفك نهار الخميس. يس رح نتابع بعض لحظات مع شيف حسين، خليكن معنا.